بسم الله الرحمن الرحيم. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخواني في الله، فمع شيخنا علي الحلبي رحمه الله مرة أخرى، بل مرات وكرات، فهذا شيخنا جالسناه ولزمناه سنين طويلة كما يعلم الجميع، وتكلمنا في مجالس عدة عن شيخنا علي الحلبي رحمة الله عليه بما نراه أعطى إشارة عن هذا الإمام الكبير، وليس في كلامنا عن شيخنا علي الحلبي تقديسا للأشخاص، ولا أنه ينزل منزلة المعصومين أو منزلة الأنبياء، حاشا وكلا، ولكننا من باب أنزل الناس منازلهم من جهة، ومن جهة أخرى حتى لا يزهد في علمه من أشرطة مسجلة، ومن كتب مطبوعة، ومن كتب تعد للنشر بإذن الله تعالى لاحقا. فهذا هو مقصدنا من الحديث. مع هذه المقدمة القصيرة، استضفنا أخانا القديم رائد رماحة، الذي عرف بملازمة شيخنا علي الحلبي في حله وترحاله، في تنقلاته، في ذهابه إلى الطبيب، في ذهابه إلى السوق، في سفره، في عمرته، في حجه، إلى غير ذلك من المواقف الكثيرة. فأحببنا أن نسمع منه أشياء تعين على ما ذكرنا سابقا من إنزال الشيخ منزله، حتى بإذن الله متى سمعنا مقطعا أو درسا أو علما من شيخنا علي الحلبي نأخذه ونستفيد منه وننشره وندعوه.